طبعا هنا يا راك على حسب وش فهمت من كلامكم، انكم تريدين القول باللي لو استغل الميناء احسن استغلال راح يرجع بالفائده، اما بالناحيه الغرج بلاد هو ليست علاقه نديه، بحيث انه كاين مونوبول، استطيع اعطينا هذا الاستثمار الا للصينيين فقط، وهذا الجزائر انا على حسب وجهه نظري دائما تقع فيه، ان نتجه يا روسيا فقط يا فرنسا فقط يا احيانا الصين فقط، من عدوش مصادرنا يعني التعاملات الاقتصاديه مع عدد الدول باش يكون انفتاح اكثر. أستاذ نور الدين خبابة، في الحقيقة هذا الفضاء وهذا الوسيلة ولا الوسيط اللي نستعمله فيه فضاء فريد من نوعه، خاصة وأنه في القنوات الفضائية وفي الجرائد نشوف دائما كل جريدة ولا كل قناة عندها اتجاه واحد، في حين في هذا الفضاء كاين تضارب تاع الأفكار. أنا حبيت برك نناقش واحد الفكرة وهي ماشي سؤال تفضل للأستاذ. بطرح السؤال اوكي، الأخ، هي ما طرح السؤال السؤال لأنه ما بقالوش وقت بزاف، عنده معي التزامات، رانا ديجا معي حكمنا عندي من الوقت التزامات، بأكثر من ساعة ونص. بقاونا 10 دقائق سي نور الدين. نعم عندي تفضل. التزامات. السؤال أستاذ فقط، كاينه نظريه سمعت عليها وقريت عليها في الاونه الاخيره، اللي هي نظريه افشال الدوله. هل ترى أن هذه المشاكل اللي تصير تاع السيوله وتاع اشعال الحرائق في كل مكان هي لضرب الدولة الجزائرية، نعم أو لا؟ والسؤال موجه للأستاذ نور الدين والأستاذ حافظ الراجح. شكرا. السؤال الأول، ما هو رأي الدكتور في الزوايا في الجزائر؟ هل هي فضاءات دينية أم هي مراتع للبدع؟ أنا هذا السؤال الأول تاعي. السؤال الثاني، طلعت على فيديو تاعك مرات على الأرض المسطحة، يا ريت تعاود تشرح للناس، لأنه جماعة الأرض المسطحة هذه أتعبونا يعني. كان الشرح تاعك علمي هو أكثر إقناع، يعني أكثر شرح كان إقناع على هذا الأمر، يعني من أجل تنوير العقول فقط، يعني أنا اطلعت على الفيديو من قبل فيما سبق، لكن من أجل تنوير العقول فقط. السؤال الثالث، العلماء، بالنسبة للعلماء، يعني العلماء المغرب وعلماء المشرق، ما هو يعني سبب يعني عدم ظهور علماء المغرب وسطوع نجم علماء المشرق؟ هل هذا راجع لأمر سياسي أم أنه يعني الاتجاه تاع الدعوة اللي كان من المشرق إلى المغرب هو اللي أثر على هذا الشيء؟ وكان الحديث تاع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك يقبض العلماء قبضا في آخر الزمان، هل نحن في آخر الزمان وهل قبض العلماء؟ وإذا كان قبض، ما هو رأي الدكتور في المهدي؟ هل هو من منتظرين للمهدي وماذا بقي من آخر علامات الساعة؟ يعني منه في عندي سؤال للأستاذ صالح الغرور، أنه في كل مرة تكون فرصة للتغيير السياسي في الجزائر، نشوف أنه التطلعات والتأملات تاع الشارع الجزائري تتوجه نحو الماضي، بالعوض أنها توجه نحو أفكار مستقبلية شاملة ووطنية في إطار وطني. يعني في كل مرة تكون فيه فرصة تاع تغيير نعود نعيش أحداث الصراع اللي كانت من فترة الحركة الوطنية. واش كان السؤال تاعي هو واش كان لازم نديرو بعد الاستقلال باش ما ندخلوش في الصراعات هذه؟ مي أنا السؤال تاعي هو على التغيير. أنا السؤال تاعي حب يقول، هل حقيقة الجزائريين قابلين ومستعدين للتغيير بالثقافة الجزائرية التي تطرح عليها السمات مثل التخويف والتخويف، اللامسؤولية، الشك والتشكيك، ونمر التفكير الاجتماعي الجمعوي الذي يعني بالعقلية تاع نحن، بلوس لا استقلالية في العقلية؟ وخليك تريبوندي على السؤال. وشوف واش عطيت أفكار ما شاء الله، ربي يعاونك الأخ. وشنو السؤال الأخير؟ حبيت بك نسخسي الأخ حسين، واش راه يشوف في الحراك؟ هل من بعد الأزمة هذه هل راح يولي الحراك ما يوليش؟ كيفاش يشوف في الوضعية الجزائر من بعد أنه تروح إن شاء الله أزمة هذه الكورونا هذه؟ لازم الصبر، ولازم إحنا رانا صبرنا من ستينات، الصبر وش من صبر نزيدو نصبرو. والسلطة إحنا رانا كشعب كمواطنين رانا نشوفوا في السلطة هذه، علاه ما حبش تقتنع باللي هي بعيدة على هذا الشعب وبعيدة على طموحات الشعب؟